شكرا ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، اخر الاستعدادات لمواجهه في غايه الاهميه في غايه الصعوبه، مواجهه النادي الاهلي والهلال السوداني في ثاني جولات دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مباراه هامه تهم كل جماهير النادي الاهلي طبعا، بمشيئه الله ان شاء الله الانتصار للنادي الاهلي، وتكون بدايه الانطلاق ان شاء الله لدوري المجموعات وان شاء الله للصعود للمرحله القادمه بمشيئه الله. استعدادات الفريق هنا كابتن اسلام، كل اللاعبين كل الجهاز الفني في حاله تركيز تام، وان شاء الله على اسعاد جماهير النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيملأوا جنبات استاد النادي الاهلي النهارده، وتواجد الجماهير اللي اعتقد هيكون ليه تاثير مهم جدا مع لاعبي النادي الاهلي في ملعب، وفرحه بدايه اللقاء ان يكون على ملعب باسم يحمل اسم النادي الاهلي هو استاد النادي الاهلي. ان شاء الله تكون مواجهه ربنا يوفق باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله، ونحقق الانتصار وتكون بدايه ان شاء الله انطلاقه في دوري المجموعات. النهارده كابتن اسلام النادي اللي لعبت النادي الاهلي تناولت وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 عصرا، ثم تناول اللاعبين وجبه خفيفه في تمام الساعه 6:45. حاليا المحاضره شغاله كابتن سام، كابتن مستر ريني فايلر الجهاز الفني بيدي اللاعبين اخر التعليمات قبل الانطلاق والتوجه الى ملعب المباراه. ان شاء الله يكون التحرك في تمام الساعه 7:05، خلال دقائق من الان ان شاء الله يتم التوجه الى ملعب اللقاء. زي ما حضرتك عارف وكل جماهير النادي الاهلي قائمه المباراه واستعدادات كل اللاعبين، النهارده القائمه اللي تم اعلانها لخوض هذا اللقاء: محمد الشناوي ان شاء الله، وشريف اكرامي في مركز حراسه المرمى، محمود وحيد وسعد سمير ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واحمد فتحي ومحمد هاني في خط الدفاع. خط وسط النادي الاهلي ان شاء الله عمرو السليه، اليو ديانج، حسين الشحات، مجدي افشا، واحمد الشيخ، ورمضان صبحي، ووليد ازارو. خط هجوم النادي الاهلي بيقوده ان شاء الله مروان محسن، جونيور اجاييه، ووليد ازارو، وصلاح محسن. يعني بمشيئه الله كلنا بنتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذا اللقاء، خاصه وجود الجماهير النادي الاهلي اللي دايما ليها مفعول السحر في هذا اللقاء. كل التوفيق باذن الله كابتن اسلام، هنكون متابعين مستمرين مع حضراتكم ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ونقدم كل الكواليس كل الحصريات على شاشه قناه النادي الاهلي.